النهارده يوم 21 اكتوبر، خلال ايام دكتوره نوال هتم عام جديد، والمنطقه كمان تم عام جديد. فاحنا عدينا 3 سنين في المنطقه وحابين نحتفل معاكم ب3 سنين، ونتمنى للمنطقه والدكتوره نوال عدد سنين اكبر من كده بكتير. وانتوا دايما معانا ودايما منورنا ودايما بنكافح ودايما بنناضل. ميك وش الدكتوره بقى، اتمني امنيه. اتمني امنيه. اولا انا عايز اقول برضو اشكركم طبعا جدا جدا، يعني ما شاء الله. انا ليه بعيش العمر ده؟ لان معايا هؤلاء الشباب. الحقيقه لولا هؤلاء الشباب اللي انا تعرفت عليهم في بعد ما رجعت من المنفى في اخر 2009 اوائل 2010 قبل الثوره بشويه، وكانوا بيجوا لي البيت كل هؤلاء، عمر وميت امل وشام، كل الشباب اللي كونوا ملتقى نوال السعداوي واللي كونوا الان مركز نوال السعداوي للفكر والابداع. هؤلاء الشباب كانوا بيجوا لي البيت في نهايه 2009 و10 و11، وكنا بنجتمع في ميدان التحرير، فهم بيدللوني على اخر العمر، فانا بشكركم جدا. أولا أمنية خاصة، لأننا لا أفصل بين الخاص والعام، والخاص الأول على فكرة وليلة أتلزام. أولا عايزة أخلص الرواية اللي بكتبها أول حاجة. نمرة 2، أرجو أن مصر تنتصر ضد السلفيين والإخوان والاستعمار الأمريكي الإسرائيلي.